المنتخب المحلي غيشارك كأس العرب اللي غتكون مستقبلا ان شاء الله غتكون في الدوحة، اللي غتكون بروفا ديال كأس العالم اللي غيكون فيها الجمهور، غيكون فيها كيفاش غيحاولوا انهم يدبروا. ونتمنى ان الفريق المحلي اللي غيكون، لان ما غيكونش غير فريق محلي، غيكون كيكون اندماج ديال اللاعبين. كنظن بان ديال البطولة الخليجية كلاعبين والافريقيين كبانون كاللاعبين اللي كيشاركوا في البطولات الخارجية. ونتمنى نعطيو واحد الصورة اللي تليق بكرة القدم الوطنية. وبالمناسبة فكنتمنى المنتخب الوطني إن شاء الله يظهر بصورة أحسن، لأن بكل صراحة نتمنى ان هذا الكلام ما يديرش لي مشكل، ولكن نكون بصراحه فما كاينش مازال ما كاينش داك ما مقتنعينش، لان الجمهور المغربي جمهور ذواق وكيفهم في الكره. والمنتخب اللي كان خلى ايرفي رونار كنظن بان رغم ان كاين تاهلات كاين النتائج، ولكن الجمهور اللي كيطالب بالاداء وبالنتيجه. اذا هذا نداء المنير جعواني كاطار وطني وكجمهور المسؤولين على الفريق، المسؤولين تقنيا على الفريق للمنتخب الوطني، انهم يديروا جهد اكبر، ان لان ما بقيناش كنطلبوا الا غير ما بقي غير نشي المشاركه، كنطلبوا المشاركه ونحققوا نتائج ان شاء الله، نمشيو ابعد ما يمكن. لما كنتكلموا على بطوله الكاس الافريقيه للامم كنهضروا اننا نفوزوا بها، مش نمشيو حتى المربع. ملي كنهضروا على كاس العالم كنهضروا اننا على الاقل ندوزوا للدور الثاني ونمشيو لمال، لان عندنا لاعبين في المستوى التاريخ ديال كره القدم الوطنيه الحمد لله الترتيب ديالو مشرف. اذا فهذا نداء لكرة القدم المسؤولين التقنيين انهم يديروا جهد اكبر على هذا طالب ديال الجمهور، نداء للجمهور. كنظن بان كنتمناو اننا نمشيو ابعد ما يمكن في هذا التضارب، لان تقريبا نفس اللي صرا نفس المشكل اللي طرا في موريتانيا. اذا فاول حاجه انا اللي كنشوف لازم استقرار على الجانب التقني، لان لازم هاد الفئات هذه لازم يكونوا مدربين رسميين، لان كنشوف بان حتى اخر لحظه عاد تم استنجاد ولا هذا عبد الله الادريسي. اذا ف كنظن بان المنتخبات الاولى المباريات الاولى فهي منتخب ختمه مموره مع كل احترامات لها، ولكن ما مسموحش لنا اننا نهزموا ضد فرق المغاربيه. اذا ف انا كنضم كلام ديالي والصوت ديالي للجمهور، فحنا ما عجبناش الحال. ونتمنى هذا لان هذا هو المستقبل، هذا هما القطيره ان شاء الله ديال المستقبل. نتمنى نعطيو اهم، كنظن بان الاتحاد المغربي على راسهم سي فوزي القجع موفر جميع الامكانيات باش يكون عندنا منتخبات في المستوى، لا ذكور ولا نساء. ولا كنشوف مؤخرا بالمناسبه مشكور السي هشام الدقيق على كاس العرب وكاس افريقيا مؤخرا، ونتمنوا ان شاء الله حظ سعيد في كاس العالم. هذا هو المغرب اللي بغينا، بغينا المغرب يمشي يكون في العاب القوى، يكون في جميع الرياضات. هذا دائما كان تيقول سي فوزي يقول لك انا راكب في تي جي في، واللي غيركب معايا يركب، اللي ما غيركبش يخليني. اذا فنتمناو هاد الفئه موفر الظروف يحققوا نتائج ان شاء الله، لا الذكور ولا اناث. انا بالنسبه كاين مشكل كبير، لان منير جعواني ما ينساش الفضل ديال نادي القنيطري، لان لولا فريق نادي القنيطري ما كاينش اللي غيعرف منير جعواني، لان تما فين ترطرار عندنا تما في عطاتنا الاسم. الحمد لله دوزنا فيها ما قص اللي قسم الله كلاعبين، دوزنا اننا كنظن بان رضيت الجميل اننا خليت لقى فريق في القسم الاول، جبنا لاعبين في المستوى، خلينا لاعبين اللي كانوا مستوى الكبير انهم كان بامكان اللي كان غير مؤخرا الفريق تضرب لي الف حساب. كنظن بان المكان الحقيقي المكان الحقيقي هو اللي فيه، ولكن المكان الحقيقي المنطقي ديال نادي القنيطري المدينه الجمهور، وهو القسم الوطني الاول، هو الالقاب، هو يمشي يكون في منافسات قاريه. كنظن بان من العار ومن الحرام انا كنحمل المسؤوليه الكل، من مسؤولين من جمهور، حتى الجمهور تحمل المسؤوليه، من قدماء من الكل تحمل المسؤوليه ديال هاد الحاله اللي فيها فريق نادي القنيطري. نتمنى ان واحد الموسم نديروا تجربه اننا نديروا يد الكل، قدماء مسيرين سلطات المنخرطين الكل، اننا نديروا يد ماشي غير نادي القنيطري، كره القدم القنيطري، لان تما كاين عندنا واحد الفريق سميتو النهضه القنيطريه اللي ما بقيتش عارفه فين كاين انا حال، لان الوقت اللي كانت النهضه القنيطريه كان نادي القنيطري ناجح. اذا فهذا نداء المسؤولين
باش اننا نرجعوا في هذا الفريق هذا، لان الملعب الحمد لله هو مستقل من فرق اخرى. حرام انا كنقول ماشي كنصغر من الفرق اخرى، ولكن لما جيت كنسمع بان فريق نادي القنيطره عنده مباراه صعيبه، مع كل احتراماتي للفريق بن قرير ولا السوالم، لان فرق مباراه صعيبه للكاكر هي كونتر الواك ولا كونتر الرجاء ولا كونتر ليفار ولا هذا هما الهدف اللي كنا كنعرفوا. ونتمنى ان شاء الله ان كفى من هاد الخبط وهاد الكره بيناتنا وهاد ونشوفوا مصلحه، لان القنيطره ما عندنا فيها الكاك وعندنا فيها مهديه. راه هادشي اللي كاين ملي كتهضر على القنيطره، اي واحد كتهضر على القنيطره تهضر لك على راه سي مارك ديبوزي على شلون انترناسيونال. اذا كفى من هذا، ونتمنى ان شاء الله الفريق في اسرع وقت لما للموسم المقبل يد في يد والكل يرجع ولا خليونا ندخلوا لهذا الكاك هذا. والله كصل جماهيري نادي عوده، انا 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 جمهور، انا جمهور والله، انا مستعد ماشي ندرب نسير الكاك، ماشي نقول باننا غنطمع ندير الكاك ولا، لان الكاك راه دير ما يمكنش شي واحد يحيدها ليا من. وحاليا ما تلاقيت بعض الاخوان هذا حتى هما الاخوان اللي كيسيروا مؤخرا في نادي القنيطري وما عجبهمش الحال. اذا خصنا نكون الوضوح، حنا كنشكروا السيد الرئيس، انا ما كنعرفوش نكذبش عليكم ما كنعرفوش، كما كان الحال راه خد المسؤوليه ودخل، ولكن خص لان وما نكذبوش على الجمهور. اما نقولوا لهم وانا ما عندنا ما نقولوا لهم، اللي خصها تطلع ولاد القنيطره ولا ماشي ولاد القنيطره ولا هذه، اي واحد يدير بحال يدير التزام، اي واحد غيدخل يسير كاك عندك ما كاينش عام ما طلعتش سير بحالك. لان خص الحمد لله وكاين اللي طلع القنيطره. اذا انا كنتمنى سواء بقى الرئيس الحالي ولا ما بقاش ولا هذا، راه الناس باغين نرجعوا حتى حنايا، لان حتى حنا بغينا نرجعوا المباراة كلهم نشوفوا على هذا. وعندنا ملعب الحمد لله في المستوى، المدينه تبارك الله ولات مدينه من اجمل المدن في المغرب والله العظيم، ملي كتشوف اجمل المدن. اذا خصنا فريق هذا، ونتمنى هذا النداء يوصل للناس المسؤولين. الخلل في كل، انا كنقول كل كيتحمل المسؤوليه، مسيرين، سلطه، لاعبين قدامى، لاعبين محليين، مسيرين، كل الجمهور تاع الجمهور. لان فين هو الجمهور اللي كنا كنعرفوا حنا الجمهور كان صوت الجمهور اللي حيد حكيم. فين هو الجمهور اللي كنعرف حنا؟ لكن كنا كندخلوا وكندخلوا خايفين من الجمهور حنايا. اذا هذا الجمهور خصنا نعرف الجمهور اللي كان ديال دريس ونسميو الاسماء بمسميتها ديال خصنا الجمهور صحيح، خصنا جمهور قوي، لان الكل تيهضر بان هذا الجمهور هذا، ولكن انا بالنسبه ليا الكاك الكل يتحمل المسؤوليه ديالو. ومؤخرا تلاقيت مع الاخوان وقلت لهم لماذا نديروا جمع عام ديال المدينه ماشي ديال نادي القنيطري، ونديروا واحد الصلح ديال المدينه، نديروا غير تجربه، نتصالحوا بعضياتنا كاملين، كلشي يتصالح، نديروا يد في يد مصلحه الكاك ونشوفوا شنو هذا. وانا متاكد بان الكاك عندها رجال ديالها، وكاين ولاد البلاد وكاين ولاد اللاعبين وكاين اللي باغي يخدم، والكل يضحي ورجعوا الفريق للمكان ديالو اصلا. ما نكذبش عليكم انايا عشت الكره، عشت الكره جميع الانواع ديال، لان عشت نادي القنيطري فئه السنيه، لان في الوقت اللي كنا كنتمرنوا في الغابه وكنتمرنوا في يامات الاب الصوير الله يرحمه، عشت كمشجع لنادي القنيطري الكبير في الثمانينات 80 و 81. عمري ما كنت كنقول بان غادي واحد النهار غنلعب. دخلت لنادي القنيطري وانا شاب صغير، كنلعب بجوج شواهد طبيه انني باش ممكن لي نلعب مباراه. الحمد لله لعبت 20 سنه مع الفريق الاول، ما لعبش فريق شبان، وشفت شنو عشت، لان كره القدم اختيار استنشوا. مازال حنا الحمد لله اننا الوقت اللي كنا كنلعبوا الكره كنا كنتمرنوا بين 12 و2، كان عندنا الوقت فين نديروا الدراسه ديالنا. انا ابني انا ملي واحد المره شفت يلعب كيلعب كان جعواني لاعب، حتى هو مدافع وقوي هو كيلعب، ولكن انا قلت لها ولدي داك الشيء اللي تكرفصت في الكره واللي عشته انا في الكره نبغيك تلعب تولي عندك كوقت ثالث. وجهته للدراسه ديالو الحمد لله في الحين، هو بالعياده ديالو الحمد لله، وباقي دائما في الطب الرياضي الحمد لله، هو مع المنتخب ومع الاداره التقنيه. ونتمنى ليه التوفيق، نتمنى التوفيق للجميع
أبناء الكل الشباب، ونتمنى النجاح للجميع إن شاء الله. شكرا.